اللي هروح بقى نتكلم عن 2006 السنه دي وعندكم دوري قوي. كابتن سيد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي من فتره. انا اشتغلت في قطاع الناشئين من في 9 سنين في قطاع الناشئين، اشتغلت مع مجموعه 97 واشتغلت مع مجموعه 96 واشتغلت مع 2093. الحمد لله اشتغلت مع مجموعه ناصر ماهر وكريم ندوي. 97 دول 97 اشتغلت معاهم 3 سنين الحمد لله، حققنا 3 بطولات معاهم. بعد كده 96 اشتغلنا مع فئه هاني ومحمد هاني. محمد هاني اشتغلت معاه والحمد لله الحمد لله خدنا يعني بطولة. انت النهارده كان في فريق 97 حضرتك كنت انت المدير الفني معاهم 3 سنين. 3 سنين كان ناصر ماهر وكان كريم ندفيد وبيكم احمد رمضان بيكم اللي تم عودته مره اخرى للنادي الاهلي وكريم يحيى. كريم يحيى اللي بيلعب في نادي الاتحاد السكندري دلوقتي. واشتغلت كمان مع رامي ربيعه كمان، كنت مساعد مع كابتن سمير كمونه. يعني اشتغلت مع مجموعه كبيره من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي. كويس ما شاء الله، انت طلعت اجيال كتير للنادي الاهلي برغم كابتن سيد غريب يعني لسه صغير. انا بدات صغير يا كابتن في التدريب. انا بدات وانا عندي 23 سنه. عارف الاصابات كانت صعبه عندي شويه. يعني جات لي اصابه في اول السنه، يعني في اول عمري وانا عندي 18 سنه. بعد كده جات لي تاني وانا عندي 21 سنه في الاسماعيلي. بعد كده بعدت شويه بقى، بعد كده خدت مجال التدريب. خدت مجال التدريب. البدايات كانت قويه لكابتن سيد وهو في النادي الاهلي، ولما صعدت للفريق الاول لعبت في البطوله العربيه وعلمت وقتها ولعبت امام رفح الفلسطيني. الفلسطيني صح كده، ونزلت كمان احرز هدف والناس تنبأت مولد هداف جديد للنادي الاهلي. انا الحمد لله اشتغلت مع الدرجه الاولى ايام هولمان مستر هولمان، اشتغلت معاه واشتغلت معاه في البطوله العربيه وكاس مصر واشتغلت معاه كمان في الدوري كمان. اشتركت في الدوري، لحقت الكابتن شوبير، لحقت الكابتن علاء عبد الصادق في اخر ايامه. يعني الحمد لله. مش عايزين نكبرك بس لا.